يا اهلا اهلا بالشباب، منورين حبيبي البث ان شاء الله. حبيبي بنورك، والله بنورك. وعدي على كلمة فوز السيف حبيبي، قلت لك إذا أجيب 5 فوز من عيوني تستاهل. حبيبي 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 قول حبيبي لي يلا، أي افضل. مدرب تبيني أعدل لك اللاعبين وأنا انت ايش حاضر. تختار لي؟ انت شو تقول لي؟ ايش انزين تنصح لي بيا مدرب؟ أوكي، قبل لا أقول لك أختار، أنت وش أسلوب لعبك؟ أطراف، عمق؟ عمق مثلك. انا حلو، عندي هذا المدرب تقريبا نفس تشكيلتك، بقى 5 مدافعين، 2 DMF، 1 AMF، 2 CF. بس هذا فيه مشكلة شوي، بس انه مرتفع الخط الدفاعي، يعني ما اعتقد يمكن يكون مشكلة كبيرة بحكم انه 5 دفاع عندك، يمكن يكون سيفتي شوي، بس هو واجد مرتفع الخط الدفاعي. التمركز ممتاز، شوف التمركز يكون مرتفع. The compactness is so high. Guys, that's good. Only one thing is bad in this manager. Defense line is full. زين يوسف حبيبي، انت عندك مشكلة في الخط الدفاعي مرتفع. يعني ما تنصحني ألعب بهذا المدرب؟ لا جربه جربه، هو اسلوب الضغط من الخط الامامي يمكن يكون فعال بعد، بس آه، للاسف أنا ترى مشكلتي تكتيكات كثير بمهارات ممتاز. شوف الإدارة. كل التكتيكات الموجوده في المدرب احبها. الشيء اللي ما احبه في هذا المدرب ان الخط الدفاعي مرتفع. بس تعال تعال، صبر صبر صبر، انحلت المشكله. العب التكتيك الدفاعي حبيبي، ادخل على المدرب، إيه؟ بدل ار1، العب بتكتيك الدفاعي بيضبط. اها زين، اسالك سؤال. بس بعد ادي في مشكلة مهارة عندك، الادارة انزين مهارة الإدارة 740 اي يعني قليلة، شوية كيف ممكن قليل. ازيدها؟ اروح على المنيو ماي كلوب، ارجع بعد، روح على ماي كلوب إدارة الفريق، ادخل ادارة الفريق، نعم، اضغط بس ما على، ضايفة حاليا. لا روح على المدرب، اضغط مربع، تشوف الكلمة اللي تحت، تعزيز مهارة الإدارة. انت الحين حاليا ما عندك ما سكور، عندي. انزين عشان اي نعم. تكسبها لازم تفتح باكجات، من خلال الباكجات راح تحصل، على من كل خلال باكج البكتير. تفتحها بتحصل عنصر واحد، مو شرط تحصلها، يعني في 5 انواع من العناصر، تحتاج يعني تفتح كم واحد لين ما يطلع لك. وسطت وسطت. زين، غير شي صحوله مدرب، يعني هسه انا عندي اكثر من مدرب. زين ليش ما تستخدم مدربين؟ استخدم هذا اللي تلعب فيه 5 من شوي. شوف هسه هذول المدربين اللي عندي، اوكي عندي دقيقة. فليك اربع، هذا تنصحني بي؟ هذا اطراف، انت تعرف تلعب اطراف، اني قلت لي تحب عمق، هذا اطراف المدرب، لا عمق. هذا عمقي. هذا عيبه هم الضغط، نفس. عيبه الضغط محافظ، لو كان مكثف افضل. الضغط حبيبي يا اسمك 5 3 5 حبيبي والله. يس يس ام جوينج تو بلاي جاست 5 مينيت جايز، جاست جيف مي 5 مينيت. حبيبي يا اسمك 5 3 حبيبي، الحمد لله بخير، شو اخبارك؟ تمام زين. محافظ سو ار1، بدل ار1، طق ار1، ادخل على المدرب، خلينا بشوف التكتيك الثاني. همين محافظ هم محافظ محافظ، هني المشكلة، اي نعم، حاول يعني تكسب همين المدرب. هذا من موجود المدرب همين نفس اللي في بالي، تقدر تبحث عنهم بتحصلهم مع الوقت. يكون الضغط مكثف، الأسلوب الدفاعي يكون أسلوب لعب دفاعي، ومن هذا النص حاليا الضغط يكون المدرب الجاي تخفي. لعبي. إذا لازم أشوف التكتيك، ما أقدر أحكم. تكتيك تكتيك هذا المدرب المدرب العام اللي من شوي دخلت عليه. دقيقة. كيف أظهرك التكتيك؟ ما عليك، دقيقة بعلمك، أنا بعلمك. روح على المدرب، ادخل، لا دقيقة. ادخل إدارة الفريق، أو حتى من هنا ها إذا أرهيب. تقدر. تقدر. محافظ سيء، ار1، مدرب سيء، يعني ما ينفع، الضغط يكون مكثف أفضل شيء في اللعبة، أنا وجهة نظري أفضل شيء. يعني مكثف. أسلوب اللعب يكون أسلوب دفاعي، منطقة الاحتواء الوسط، الضغط يكون مكثف، نفس هذا المدرب بالضبط. شوف هذا ممتاز، هذا ممتاز. هذا ممتاز. إيه بس يعيب أسلوب
اسلوب الدفاع، اسلوب الدفاعي لو كان اسلوب لعب دفاعي افضل بعد. هذا العيب الوحيد فيه المدرب. هسه انت جاي شوف، جاي شوف المدربين مالتي وشفت يعني اغلبهم، بما انت تنصحني تقول لي هذا العب هذا اللي من شوي 5-3-2 هذا؟ ايه بس بشرط خلي الدي ام اف يكون انكورمان، لازم لازم لازم. ما عندي دي ام اف، عندي شي صحوله. تقدر تحول السي ام اف اللي تحت، تقدر تحول الدي ام اف. اوكي دقيق خلي اضيف اضيفه. ليه دائما لما بيلعب بيبقى الخصم اللي قدامي لقلق؟ لان السيرفرات حبيبي سيئه. ليش اغلبيه باصاتك باكس؟ العب اكس ومثلثات حبيبي، بعد مثلثات حق الانفراد مهمه. ايش اختار قوه الفريق لو روح الفريق لو ما له علاقه سوى تخصيص، بس اللاعبين بناء على الفريق الحالي. زين خلينا ندخل على هذا المدرب بنعدله لك على السريع. زين اوكي اوكي زين بعدين بنحط الدي ام اف حاليا. روح ابدل ماتيوس بدله اللاعب ماتيوس اسمه شيء بس انا عندي هذا، هذا يلعب ما يصلح بدله. هذا ما يصلح؟ لا انا ابي انكورمان لاعب ارتكاز. حط كازميرو، كازميرو كازميرو مكان ماتيوس. زين دناير حط سي بي في الوسطى. دناير ايه سي بي في الوسط مكان بواتين. دناير تحت. شوف هذا الظهير اللي عندك ممتاز، الار بي هذا الظهير مدافع ممتاز. بدال ما بدأ تياغو هيك؟ لا ايه طلع تياغو. ايه بالضبط ممتاز. كوريزاوا عندك، اروح الدكة بالاحتياط بشوف. انا بشوف الدفاعات اللي عندك. صور ار بي انزل تحت. بس هذا فريقك؟ ما عد هذا فريقي. راوني ال بي، هذا ال بي ال 91 91؟ ايه يا ربي فوق فوق 91 ظهير مهاجم. زين البي اللي 88 الكرت الاصفر. الكرت الاصفر هاي الكره الصفراء اقصد. البي 88 صوب جيبي مارتينز اللي على اليسار. هذا اللي جنبه ايه هذا كلهم ظهير مهاجم. زين شوف البي اللي تحت 83 هم من ظهير مهاجم. انزين في هذه الحاله خلينا نحط له دفاع تكتيك. اوكي بعدين اوكي ارجع القائمه الاسر المدرب. انزين خلينا نرتب الوسط. ميسي حطه على اليمين، اي مف على اليمين. طلع كامج كامج من مكان تياغو. تياغو ايه اوكي يلا الحين ضغط مثلث. خطه اللعب روح على على رقم واحد ضغط اكس. حط هجوم ضاغط. لا اول شيء خل انزل لا اوكي نزل نزله نزله خله سيدة البوكس الخط بوتينج مع الخط. اوكي بس لا فوق فوق الخط ارفع شوي بوتينج يعني. لا ارفع شوي دقيقه ارفع لا ايه المستوى هالمستوى كلهم ارفع شوي. لا لا تنزلهم تحت ارفعهم شوي بس ايه ممتاز. هني دناير نفس الشيء بعد. زين ممتاز نزل الاوبي تحت ممتاز. روح على الليفت باك بعد نفس الشيء. كازميرو اضغط مربع حول ديما. اوكي ديما اوكي نزله تحت شوي قدر المستطاع. بعد اضغط اكس مره بعد ينزل. اوكي زين اوكي بعد ما ينزل تمام. زين روح على ميسي اضغط مربع حوله ايمن نفس الشيء. تياغو الصعد اللي فوق ميسي لا على اليمين. على اليمين نفس خطتي نفس خطتي على اليمين شوي ارفع فوق على اليمين خلي يعني تياغو على اليسار وميسي على اليمين. اوكي هيجي ايه ممتاز. بس بعد اذا تقدر ترفعها اكثر شيء افضل. حولها اي ام اف ارفعها فوق اعلى شيء
على شيء لما يقول لك ما يصير بس. اوكي للنوم. المستوى نفس الشيء. انزين الحين خلينا نحط تكتيك، يلا تكتيك المتقدم، تعليمات المتقدمة، حط هجوم اول ضغط، حط دفاعي على كوريزاوا. هذا الشخص هذا اي على كوريزاوا ديفنسيف يس. اوكي اوكي اند كورينج الارتكاز حطها على تياغو، لا على ميسي، سوري سوري على ميسي. انزين الهجوم الضاغط، هجوم ضاغط على امبابي، على امبابي وعلى ميسي. بس تقدر تلعب بهالشكل واشوف ممتاز. انت مشكلتك انت لو عندك ليفت باك نشيل الانك الدفاعي ونحط الانكونج على امبابي، الارتكاز تكون على امبابي، فهمت علي؟ لا اي فهمت فهمت. بس هذه التشكيله اللي اشوفها الحين تقدر تلعب فيها حاليا، هاي اقدر العب بيها واغير بيها هاي التشكيله. ايه. اغير بيها بحسب الكروت. ايه على مود الثامنه تقدر تحط تكتيك 2 و3 بعد، عندك خطتين اضافيتين بس بشرط اللعيبه يكونون كلهم متوافقين في جميع الخطط. اها اوكي هسه هاي الخطة طبعا عجبتني عندي، يعني عجتيدك رتبت لياها. انزين بس الاهم حاول انك تسويها 99. انزين روح الفريق، اي روح على المدرب، روح على المدرب، روح على المدرب، ضغط مربع اعطه تعزيز الالفة. اي تلعب الحين بعد تحتاج يعني حاول تلعبهم اس اي ام، دامتك انت قاعد تشاهد بثي دخل اس اي ام لين ما يوصل 99 لعبهم. بسيطة بسيطة بس ادي هذا ال كرايف، تعال كرايف دخله، كرايف دخله، حطه مكان تياغو. ادي يعني الوعيب، يعني انت ما شفت دكة البدلاء ابد. صح يعني صح. لوكاكو هالاسبوع لازم تنزله، نزل لوكاكو. لوكاكو فارما اي حطه مكان مبابي؟ حطه مكان لا حطه مكان اوين. اوين اوين هذا اوين مايكل اوين، لا اقصد مايكل اوين اللي في تحت هذا دخله، لوتارو مارتينز دخله اساسي، خله في الاحتياط مكان اوين بدال شو اسمه اوين مايكل اوين او الايمف او الايمف في 93 الاي ام اف 93 الاحتياطي. انا مشكلتي ما اعرف اساميهم. هذا اللي هو 93 كرت الاصفر تحت في الاحتياط 7. اوكي 93 زين. اوكي ما قاعد انت عدتك يا فاضل. لا مشير ما قاعد اشوف انا ترى. اوكي طلعت تعبتك يا فاضل. لا بالعكس حبيبي بالعكس ما والله تعبتك وزحم عليك والله. لا روح على ماريلو على السريع. ماريلو ماريلو ايه هل السي الدكة البدلاء؟ ايه بس هذا كوريزاوا لازم نطلع بعد. حط الاي ام اف الاي الفورما اي 90 طاقته سي اف سي اف 90 هذا؟ ايه هذا؟ 91؟ شوف دائما لا سي ال 90 ال 90 حبيبي شوف دائما اي واحد في الفورما هذا قوي نازله اساسي. طلع مثلا تقدر تطلع رونالدو هذا الاسبوع اذا تبي، او طلع كيميتش اللاعب 95 او اوين تقدر تطلع اوين، اشوف طلع اوين افضل لانه هذا فورما اي افضل. اخليه بدال امبابي عادي عادي كيفك، بس في المباراة بناء على الفورما لعبهم اساسية، اللي فورمته افضل هو اللي يلعب اساسي. زين عندك كوريزاوا على السريع بعد، كوريزاوا طالع لان دي عندك كوريزاوا دي الظهير الايسر، الظهير الايسر البي. اوكي استبدله مع لاعب خليني بشوف بدال هذا؟ هذا هو الاسطوره اللي تحت لانه فورما بي. ايه اوكي بس ممتاز، بس ما عندك انت سي بي، طلع ماتيوس. ماتيوس طلع ماتيوس اللي 89 تحت 89. ايه ماتيوس هذا؟ ايه طلعه دخل سي بي، كلهم هجوم دخل سي بي. من سي بي عندك؟ عندي هذا سي بي. حاول تحط لك احتياط، لازم يكون عندك دفاعات. دخل لك مثلا هذا 88 88 كم طلع؟ 89 89 89 9
بس هذا اذا اريد ابدل بيناتهم بالستامينا ما راح يبقى عندي ستامينا لان هم دول دفاعات الادي. انزين ما عليه ادي هذا السي بي ادي كارت ثاني مالته هذا الكارت الثاني اوكي ممتاز يعني بتبدل بينهم ممتاز. اي نعم كزميرو بدله مع فابينهم بعدين المباراه الثانيه بقى كازميرو مع من؟ مع هذا فابينو لو هذا هذا ادي هذا من لاعب ارتكاز هذا مو ديما فلا هذا مو ديما هذا وسط مهاجم لاعب ارتكاز يا ام اف شو اسمه بوسكيتس بوسكيتس ايه لاعب بوسكيتس افضل من فابينو اي مو بقول لك اذا تعب اذا تعب بدنا اوكي في شيء برونو شوف اي واحد فورما اي حاول تلعبه نصيحه فورما اي او بي ايه فورما اي او بي لعبهم اساسي دخلهم حاول تستفيد منهم ما يجي سامون اوكي 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 زين بعد خلينا نشوف في شيء برونو دخل برونو بعد برونو فرنانديز دخل 89 هذا اي نعم لا ايه هذا اللي صاب 89 برونو فرنانديز ايه ممتاز اكس تقدر تطلع مثلا كيمج لو لا 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 اصبر طلع السي اف السي اف 90 السي اف 90 طالع هذا السي اف 90 ايه بس ليش لان انت عندك هجوم طالعك ليفاندوسكي عندك رونالدو عندك رولوتا ليفاندوسكي بطيء لا بس ليفاندوسكي بطيء فورما لا تطلع فورما لا تطلع فورما بي لا تطلع بيفيدك اوكي بس عندك تحتاج تدخل مدافع واحد بعد اذا تقدر تطلع رونالدو هالاسبوع طلع عادي دخل مكانه السي بي المشكله حتى سي بي ما عادي انا ما عليه تحتاج ادي هذا اي ما عليه دخله ده رونالدو بكون رونالدو اوكي اوكي ليش لان رونالدو هالاسبوع فورما سي وانت عندك هجوم عندك لوكاكو عندك مبابي عندك لوتارو مارتينيز عندك ليفاندوسكي يعني ما راح تحتاجه عندك كرويف وميسي بس ممتاز حاليا انا اشوف انك عندك 2 سي بي ارتكاز واحد 3 هجوم وسط مهاجم حارسين بس بالنسبه للشيء صحوله للالبي للالبي هنا هم نسوي دفاعي ايه لازم دفاعي زين اذا ما خليته دفاع التكتيك مالته راح يتقدم يعني ايه راح يتقدم يسبب لك مشاكل في الدفاع يا مشكور اخ فاضل تعبتك وياي حبيبي والله حبيبي على راسي يلا حبيبي مشكور مع السلامة مشكور جدا منك حبيبي